يقول أعمل في التجارة في البيع والشراء، وأحيانا عندي بضاعة تختفي من السوق، هل يجوز لي أن أزيد في سعرها وهذه البضاعة قطع غيار سيارات؟ نعم، شو يقول؟ يقول أعمل في التجارة أبيع وأشتري في قطع غيار السيارات، وأحيانا تختفي البضاعة من السوق، هل يجوز لي أن أزيد في سعر البضاعة التي اختفت؟ لا تزد زيادة لا توجد في السوق، تبيع مثل ما يبيع الناس، مثل ما يبيع الناس، ولا تزد على ما على السعر الذي في السوق. فإن كانت الزيادة كما ذكرت اختفاء السلعة من السوق، ومعلوم أنها إذا قلت السلعة ترتفع قيمتها، بحيث لو عرضتها بالسوق، لو عرضتها بالسوق زادت قيمتها، فلا بأس بالزيادة لأن لها سبب وهو القلة. أما الزيادة المفتعلة التي ليس لها سبب فهذه لا تجوز.